فمتابعي قناه شوف تي في، حابكم معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في. بغينا نعطيو رساله للمسؤولين فينكم المسؤولين واصحاب الناس اللي مكلفين بالكهرباء. كما كتشوفوا هانتوما الركايز هما عريانين وفيهم الخيوط خارجين، يعني كاين لاماز ديال الضو مقبوطين غير بالسكوتش، واش الركيزه ديال الضو مقبوطه بالسكوتش. وكيدوزو منا الدراري الصغار، كيدوزو منا الحيوانات الاليفه، كيدوزو منا الكلاب، كيدوزو منا الناس، كيدوزو منا كلشي. وتزامنا مع الامطار، يعني كي غادير هاد الركيزه هادي تتلاقى مع الماء وتتلاقى مع شي يد ديال شي واحد متبع قناه شوف تي في. يعني حنا هنايا من اجل فضح المستور، والله الا فضح المستور. كيزه شحال من عام وهي هكا متبعي قناه شوف تي في. والغالي في الامر مجموعه من الركايز اللي دايرين هكا، فاين المسؤول ومن المسؤول متبع قناه شوف تي في على هذه المهزله ديال هذا الركايز اللي هانتوما كتشوفوا الخيوط انا بعدا بعيد عليهم. على السلامه ديالك كتخاف. كتلقاهم محيدين والخيط وكتبان لك هنايا ارتاحه كاع خارجه والخيط خارج، فاللي قات هنايا كان في خبر كان. والغريب في الامر كاين هاد الركيزه وكاين تركيزه اخرى الا مشينا لها غادي نلقاو نفس المشكل متبع قناه شوف تي في. تركيزه اخرى مع نفس المشكل، هانتوما من الناس كيدوزو حداها. دابا نلقى بزاف ديال الركايز بهاد الطريقة هادي. كيف يعقل هانتوما ركيزة كيبانو الارتاحة ديالها الخيوط ديالها غيزلان؟ صافا غيزلان، راحت كاختي غيزلان، راحت كاختي غيزلان. يعني امر غريب متبع قناة شوف تي في. بعد الركيزة الجوجة اللي فيها هاد المشكلة هادي. ولا مشينا ركيزه اخرى عاوتاني غادي نلقاو نفس المشكل، هانتوما بقى معايا. الا مشينا ركيزه اخرى غادي نلقاو نفس المشكل، يعني كاع ركيزات اللي فهاد السيكتور هادو محيدين لهم هاد الغطايات ديالهم والخيوط خارجين علاش مرات. يعني الناس كيدوزو منا وتزامنا في متابعي قناة شوف تي في. قصة غريبة ديال هاد الركايز ديال الضو والناس كيدوزو منا متابعي القناة، فأمر غريب أننا نشوفو بحال هاد الممارسات هادو، أمر غريب.
هانتو مركيزة أخرى عاوتاني، هي وحدة أخرى. يعني واش هاد الممارسات يعني هاد الممارسات هادو واش عاجبينكم تبعي قناة الشوف تي في؟ فنتمناو من الجهة المسؤولة انها تدخل وتشوف هاد الامور هادي متبعي القناة، قناة الشوف تي في، استودعكم الله. يعني امر غريب هادشي. غادي نشوفو ندوزو مركيزة أخرى نشوفها واش مفتوحة ولا لا. غزال صافي خي عزو غالي، الله يحفظك الحبيب. هاهي ركيزة أخرى، غنشوفو ركيزات لي هات واش محلولين. غادي نبلعها، شوفو الكيزات الاخرين. شوفو هاد الركيزة هادي، امشي معك عين متبع قناة شوف تي في. شوفوا الركيزة الاخرى، فقصة غريبة مع هاد الركايز والناس كيدوزو منها والولادات الصغار وحتى الكلاب نخافوا عليهم متبع قناة شوف تي في. هيا ركيزة اخرى، فمن المسؤول واين المسؤول؟ نتمنى ان شاء الله المسؤولين يشوفوا هذه الرساله ويدخلوا السوداء.